بمشيئة الله عز وجل تستقبل مديرية أوقاف الأيوبية اليوم الجمعة الموافق 2/10/2020 الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 أطنان. سيتم بمشيئة الله عز وجل توزيعها على 9 إدارات فرعية، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف القليوبية حتى تاريخه 48 طن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله وبحمده وصلت اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر رسالة لحوم صكوك الأضاحي مقدارها 3 أطنان إلى مديرية أوقاف البحيرة لتوصيلها إلى مستحقيها إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم بحمد الله تعالى اليوم الجمعة وصول الرسالة 12 إلى مديرية أوقاف المنوفية للحوم الأضاحي وقدرها 3 طن، وذلك برفقة فضيلة الشيخ صلاح إبراهيم مفتش عام بديوان عام الوزارة، وذلك لتوزيعها على الإدارات لتقوم كل إدارة بتوزيعها على الفقراء والأسر الأكثر احتياجا، فيصبح إجمالي ما تم إرساله إلى المديرية حتى الآن 38 طن.